محمود الأطرش من الأردن، عمري 25 سنة. حقيقة هي أول تجربة سينمائية لي بعالم السينما العربية، وكانت تجربتي كثير أولها صعبة لأنه ما كان عندي أعمال سابقة، بس كانت كثير تجربة حلوة. أنت أساساً تدربت من أجل هذا الدور، يعني مارست رياضات معينة، تمرينات، جيم؟ أنا حقيقة قبل التصوير وقبل التمثيل أنا كنت طبيعتي رياضي، أنا كتير بحب الرياضة، يعني هي شغفي هي والتمثيل يعني والتصوير. أنا من وأنا صغير شغفي بالرياضة أكتر كان، وكل أسبوع تقريبا يعني كنت أروح تقريبا يوميا وأقعد في الجيم 4 ساعات. استلمني مدرب أخصائي قتال MMA وكان يعطيني التعليمات والإرشادات كلها منه كانت تيجي، والحمد لله يوم ما أجينا نصور مشاهد الستانت ما احتجنا للستانت دبل إلا قولي بقى كواليس العلاقة، انتوا صحاب على المستوى الشخصي ولا كان في بينكم علاقة يعني صحاب، ولا كنتوا على الشاشة على طول اول لقاء بينكم؟ لا الحياة ازاي بقى اتعاملتوا؟ لا اكيد كنا بنتدرب مع بعض قبل التصوير وكنا نتعرف على بعض وعلاقتنا كتير حلوة وصحبة كتير مع بعض. بالعكس كنا نتدرب على المشاهد الستانس، لما كنت اروح على الجيم كان يجي معي سامر اسماعيل كنا نتدرب الحركات مع بعض. الرسالة اللي هي الاهم انه مهما تطورت التكنولوجيا ومهما تطورت الحياة بنضلنا احنا الانسان البسيط اللي بيحتاج الملجأ والمي والنوم الهني. فلما الواحد يكون طيب كتير مع الناس او يأمن كتير على الناس الرايح واللي جاي زي ما بيحكوها، ساعتها ما بتضمن حياتك. انا ميولي الافلام الرعب، الاكشن، الثريلر، الميستري، انا هاي الافلام هاي يعني احب مع قلبي اني امثل اشياء زي هيك. السكريبت كان تواجهنا صعوبات فيه لانه كان اصلا الرايتر كان فيكرام ويت، كان اجنبي الجنسيه، فالنص كان مكتوب كله بالانجلش. فلما تيجي تحوليها ترجمه من الانجلش للعربي في كلمات صعب تترجم او صعب تنحط في لغتنا العاميه يعني العربيه. فكنا نقعد اكثر من ميتنج احنا والممثلين عشان اللكنه كمان، لانه في منا سوريين في منا اردنيين، فكيف بدنا نحاول نوصل للهجه انه تكون مستويه بين جميع الافراد الممثلين. فكنا حوالي نعمل يعني عملنا كثير ميتنجز بخصوص السيناريو وكثير ميتنجز عملنا بخصوص التونج اللانجويج، وبالاخير الحمد لله الامور مشيت يعني.